السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ يا رب إن شاء الله كلكم زينين. هاليوم راح نسوي كبة الجريش والبرغل، هاي اللي دا تشوفوها أمامكم، اللي نستعملها للسلق أو نستعملها للكبة حامض. هذه اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. هاليوم راح نسوي كبة البرغل والجريش. أول شيء راح أخذ كوب واحد من البرغل، كوب واحد برغل ناعم، برغل ناعم هو هذا اللي نستعمله للتبولة، هو هذا البرغل الناعم. كوب واحد من برغل ناعم مع كوبين من الجريش، واحد اثنين. هاي الكمية تكفي وجبة واحدة حسب أفراد العائلة، إذا العائلة كبيرة تكفي كلهم وجبة واحدة، إذا العائلة أقل فيعني نص الكمية تكفي، وتقدرين تخلين الباقي بالفريزر. هسه راح أغسله وأصفيه من المي وأغطيه وأتركه إلى أن ما أحضر الحشوة. بعد ما غسلته للبرغل وذبيت المي من عنده، بس همينه بقى مي ما اتركه هالشكل، اخذ شويه شويه بايدي هالشكل وعصره من المي هالشكل واخليه بالصحن، واستمر كله افرغه من المي عصره هالشكل هكذا. مثل ما تشوفين بعد ما صفيت كل المي من عنده، عصرته من المي للجريش والبرغل، راح اغطيه بقماش او خاوي نظيف مع المطبخ واتركه على جهة الى ان ما احضر باقي المواد للكبة. هسه دا اجهز القيمة اللي راح اسويها للكبة. عندي هنا اثنين بصل حجم متوسط او بصلة واحدة حجم كبير، خليتها قطعتها خليتها بالزيت على النار شوية دا اذوبها، وراح اضيف لها شوية ملح واقلب فيها ليذبل البصل كله. عندي هنا ثلاثة ارباع، يعني تقدرين تستعملين بين النص كيلو الى ثلاثة ارباع كيلو لحم متروم حسب يعني الحشو اللي انت تريديه، اذا تريديه محشية هواية فرح تاخذ لحم اكثر، واذا تريدين حشو بها قليل فرح تاخذ طبعا يعني حشو اقل لحم اقل. طبعا هذا اللحم ما راح اقلي، بس دا اقلي البصل، بس يصير عندي البصل جاهز راح اضيف اللحم عليه واضيف البهارات واحضر العجين، اعجنه للعجين الكبة وابدي ان شاء الله اكتل. اقطعه من النار، اخلي اللحم فوقه واخلطه للحم ويا البصل، ما يحتاج اقلي. طبعا هذه الكبة السلق وكبة المرق، هذه أنا ما أقلي للحم، أخليني أحشي الكبة اللحم ني، فأنتي وذوقك، إذا أنت تحبين تقلين اللحم بشي يرجع لك، يعني كل واحد وذوقه. طبعا خلي يكون شوية اللحم اللي تحشين به الكبة خلي يكون شوية دهين. أضيف هنا البهارات، عندي سبع بهارات، نص ملعقة طعام سبع بهارات أو حسب أنتوا الكمية اللي تريدوها، تريدين أكثر أو أقل. تريدون هنا عندي نصف ملعقة طعام أيضا فلفل أسود، إذا تريدين أكثر أو أقل، تريدوها حادة أو يعني مو حادة، فيعني الكمية ترجع لك. بعد ما انتهيت من تحضير الحشوة الكبة، عندي هنا أنا مثل ما شفتي كوبين من الجريش زائدا كوب واحد من البرغل، وعندي هنا كوب واحد من اللحم المثلول. عندي شوية مي، إذا أشوف العجينة قاسية أو قوية راح أضيف لها شوية مي، فراح أبدي بالعجن، أخلي عجنها بست البيت عندي الشكل، أخذ الكمية اللي أريد أخليها
يعني ما يحتاج تترسين المكنة كلها، خلي نصف الكمية، خلي وراح أخلي لها شوية ملح. هكذا نصف الكمية خليتها بالمكنة عندي، أخلي شوية مي، حوالي ملعقة طعام ماء أخلي بيها هالشكل، لا كثير، وأضيف لها ملح شوية، حوالي يعني هذا طلع ربع ملعقة طعام من الملح. أخلي نصف اللحم المثروم اللي عندي، وأشغل المكنة أعجنها العجينة وأشوف شلون راح تصير وأرجع لكم. مثل ما تشوفون أعزائي، انتهيت من عجن عجين الكبة. أنقع إيدي بالماء وأشوفه إذا كان قوي أو يعني هش، حتى أعرف، فإذا أشوفه شوية قوي أقدر أنقع إيدي بالماء هالشكل هالشكل، شوية أخلي عليه ماء وأعجنه بإيدي شوية حتى لا يصير كلش قوي. بس بدي أشوفها عجينة كلش زينة للكبة. عندي هنا أنا صينية حضرتها، خليت بها نايلون لأنه أنا راح أضمها كلها الكبة بالفريزر، ما راح أستعملها اليوم. عندي هنا أنا القيمة مثل ما تشوفون جاهزة، هسه راح أدي أقطع على شكل كرات، أخلي ماي دائما يمي من أريد أسوي الكبة، أخذ من هاي القيمة على المقدار اللي أنت تريدين، تريدين تحشيها كثير أو قليل يرجع، يعني يرجع لكم إذا تريدون أكثر أو أقل. شكل أبل إيدي منه وأضغط عليها حتى يطلع الهواء أول شيء، بعدين أكتلها. طبعا هذه الكبة للمرق وللسلق، أما إن شاء الله يوم الأخ أسوي كبة للبنية، كبة اللبنية تختلف، إن شاء الله يوم الأخ أسوي كبة المقلية أيضا عجينتها تختلف، فكل أكلة عجينة يعني عجينة الكبة مالتها تختلف عن الثانية، مو كلها نفس الشيء. افتح هالشكل، كل واحد عنده يعني طريقته بفتح يعني الكبة العجينة. هذه كثير صارت اقدر افرغ منها كذا، المها كلها هالشكل، اغلقها منها، انقع ايدي بالماء، انقع راحة ايدي ايضا هالشكل، اضغطها على مود يطلع الهواء واللحم يتوزع. هكذا صارت جاهزة، واستمر بيهم كلهم الى ان ما انتهي واذبها بالفريزر، او اذا تريدين تطبخيها لنفس النهار دا تسويها. هاي الكبة اللي سويتها بعد ما انتهيت من عندها كلها، خليتها بصينية بين الطبقات، خليت نايلون لأنه راح أخليها بالفريزر ما راح أستعملها اليوم، فهي هذه طلعت كمية لا بأس بيها. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها، وألف عافية، وأترككم بأمان الله، وشكرا جزيلا للمشاهدة.